الحمد لله، الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو. وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا واجد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول، لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار إلا هو، ومن يعلم الجهر والسر إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني، بدن زعيف زعيف، وسفر طويل طويل، وزاد قليل قليل، وبحر عميق عميق، والنار حريق حريق، والصراط دقيق دقيق، والميزان عديل عديل، والقيامة قريب قريب، والحاكم رب جليل جليل، والمنادي جبريل، ويقول الجنة وعدي فعدي، ويقول النار عهدي عهدي، ويقول
يقول الكعبة زواري زواري، ويقول آدم سفي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول يوسف صديق الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي يا رب أمتي، ويقول الجليل جل جلاله عم نواله حبيبي حبيبي، ويقول الجليل الجبار جل جلاله عم نواله حبيبي حبيبي، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.